الأخير. أهلا بحضركم معانا في شؤون عربية، ونظر أكثر قربا لكثير من الأحداث والتطورات اللي بيشهدها أكثر من ملف عربي نتناوله بالمتابعة والتحليل، بالإضافة إلى إفراد مساحة حوارية للتعرف بشكل أكبر على التطورات على الساحة الفلسطينية، المعطيات على صعيد الأوضاع الميدانية، بالإضافة ربما إلى التطور الأبرز في الأونة الأخيرة المتمثل فيما أثير حول اعتزام الحكومة الإسرائيلية وقف عمل بعثة المراقبين الدوليين في الخليل بعدما كانت قد رفضت طلبات سابقة لزيادة عدد أفراد القوات العاملة في هذه البعثة، بالتأكيد لمثل هذا القرار في حال تم تفعيله أصداء سلبية سواء بالنسبة للقضية الفلسطينية أو كتداعيات لهذه الخطوة الإسرائيلية اللي بالتأكيد بتتسق وتتكاتف مع خطوات أخرى وممارسات سلبية أخرى بأشكال مختلفة هنتعرف عليها تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. هيكون في ضيافتنا في هذه الوقفة الحوارية دكتور محمد أبو سمرة عضو المجلس الوطني الفلسطيني، وكثير من المحاور وثيقة الصلة هنتطرق لها تفصيلا وتحليلا في هذه الوقفة الحوارية. كالمعتاد هنبدأ مع حضراتكم في التو جولتنا الإخبارية العربية المعتادة اللي بنستهل بها متابعتنا مع حضراتكم، وأول المحطات مع سوريا الوجود الروسي في هذا الملف وما شهده خاصة في الفترة الأخيرة ربما ليس ببعيد عن القرار الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من سوريا. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعرب اليوم عن أمل بلاده في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، وأكد لافروف أن موسكو بتولي اهتمام كبير لهذه المسألة واستمرار العلاقات بين سوريا وجامعة الدول العربية وعودة المقعد السوري مجددا إلى بيت العرب وعودة سوريا مجددا إلى الأسرة العربية. وشدد لافروف على أن سوريا في حاجة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية لتهيئة الظروف أمام عودة اللاجئين. انتقدت دمشق تبرير مسؤولين أتراك تدخلهم العسكري في سوريا بتطبيق اتفاق أدنى الموقع بين البلدين منذ أكثر من 20 عاما، متهمة أنقرة بخرق هذا الاتفاق منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011. انتقدت دمشق هذا الانتقاد والذي جاء ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين أتراك منذ أيام من أن تركيا قادرة على التدخل في الأراضي السورية استنادا إلى اتفاق أدنى الذي كانت قد وقعته في عام 1998 مع سوريا، وتعهدت بموجبه سوريا بمنع حزب العمال الكردستاني من التحرك في شمال أراضيها. يذكر أن اتفاق التعاون المشترك بين تركيا وسوريا المعروف باسم اتفاق أدنى قد وقع لإنهاء أزمة بين أنقرة ودمشق كان سببها وجود زعيم حزب العمال عبدالله أوجالان في سوريا. ينضم إلينا المزيد من المتابعة عبر الهاتف من سوريا السيد يعرب خيربك الكاتب والمحلل السياسي. بعد تحية سيد يعرب، كيف تنظرون إلى الانتقادات التي واجهتها سوريا للتبريرات التي ساقها مسؤولون أتراك لتدخلهم العسكري في سوريا بتطبيق اتفاق أدنى الموقع بين البلدين منذ أكثر من 20 عاما؟ نعم، بداية تحية لكم ولمشاهدي. عملية اتفاقية أدنى هي اتفاقية تم توقيعها بين الحكومة السورية والحكومة التركية منذ اكثر من حوالي 20 عام. هذه الاتفاقيه كانت تضم على كانت تنص على ان يتم حمايه الحدود المشتركه وامن البلدين. نعم. بما يعني اعطاء حقوق للطرفين بالتدخل وحتى وعبر تجاوز الحدود للطرف الاخر لفرض الامن ومنع التهديد الامني على كل من الدولتين لتركيا ولسوريا بنفس الوقت. هذه الاتفاقية جاءت على خلفية وجود عبد الله أوجلان قائد البكتي في سوريا والتي تم بعدها خروجه من سوريا وحوادث كثيرة لا مجال لذكرها الآن. طبعا
طبعا عام 2011 تماما بدأ دخول المسلحين والإرهابيين إلى سوريا جميعا عن طريق الحدود السورية التركية، لأنه بعد اتفاقية تم نزع جميع الألغام من على الحدود، قامت تركيا بالتعاون مع سوريا لنزع هذه الألغام، وليصبح الأمر أمر ثقة متبادلة بين الطرفين وتعاون أمني مشترك. هذه الثقة وهذه الاتفاقية التي يتحدث عنها أردوغان اليوم هي التي استغلها أردوغان لإدخال كل الإرهابيين العالم إلى سوريا. بالتالي أظن أن الوحيد في العالم الذي لا يحق له الحديث عن هذه الاتفاقية هو أردوغان وحزب العدالة والتنمية وتركيا عموما، لأنه هذه الاتفاقية تمنع دخول أي إرهابي وتفرض التعاون فرض الأمن. بالتالي تركيا ليس خرقت اتفاقية، تركيا يعني حتى بدون وجود اتفاقية هناك عدة مراحل، يعني كما يقال القانون أدنى مراتب الأخلاق، أدنى مراتب الأخلاق القانون، هذه القانونة ودائم هذه الاتفاقية هي قانون بين الطرفين، وبالتالي عقد شريعة متعاقدين. لذلك عندما يخرق هذا الخرق بأقصى صوره يقوم بها أردوغان الاتفاقية لهذه الاتفاقية إدخال كل مسلحي العالم إلى سوريا عن طريق حدود تركيا، وهذا الأمر لا أقوله أنا، قالته المعارضة التركية، قالته جريدة حرية عام نهاية عام 2015، قالها معارضو الحكومة التركية في البرلمان التركي في نهاية 2017، قالها أيضا زعيم حزب الشعب، هذا الكلام الذي أقوله أنا قاله زعيم حزب الشعب في نهاية ما سمي بالانقلاب المزعوم في تركيا. هذا كله هم قالوا أتراك ولست أنا. بالتالي هذا الخرق لم يكن خرق اتفاقية، هل في دلالات كل ما هو فوقها من مبادئ أخلاقية ومبادئ قانون دولي ومبادئ حسن شوار، هل في دلالات لإصدار مثل هذه التبريرات من الجانب التركي خاصة في مثل هذا التوقيت في عقاب القرار الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من سوريا؟ هل تسعى تركيا بشكل أو بآخر إلى توسيع دورها في سوريا في هذه المرحلة؟ نعم، عمليا ما تريده تركيا، إذا كان هناك من يعتقد جهلا بأن تركيا عندما تصرح بهذا التصريح هي تريد العودة إلى اتفاقية أضنا كما يعتقد بعض المتفائلين جهلا طبعا وليس أقل من هذا، أنا أقول لك السبب الحقيقي أن أردوغان يحاول أن يتمسك بهذه الاتفاقية لتعطيه شرعية بالتدخل في أراضي سوريا. هذه الاتفاقية تعطيه هذه الشرعية، وهذا كلام حقيقي وكلام صحيح وكلام قانوني، ولكن هذه الاتفاقية هو من خلقها منذ ثماني سنوات وهو يخرق الاتفاقية بأقصى حدوده. يعني ليس فقط أن هناك اتفاقية تمنعه، هناك اتفاق يفرض عليه حماية حدودنا، هو من تعدى على حدودنا بأقصى ما يمكن. إذن هو خرق الاتفاقية، بل خرق حتى المبادئ الأخلاقية والقانونية التي يمكن بناء عليها أن يبنى اتفاق أساسا. يعني عندما تقول فلان مجرم فلا يمكن أن أساسا تبرم معه اتفاق، وهذا وتصرح ألغى عنه كل هذه الأهليات القانونية والأهليات المجتمعية والأخلاقية لتسمح له بالاتفاق. وهذا الاتفاق بالتالي هو يحاول أن يستخدم هذا الاتفاق كسماعة ليشرع وجود مسلحيه وقيادات جيشه نظامه داخل الأراضي السورية، وهي محاولة خادعة ضعيفة. أشكر جزيل الشكر سيدي عروب خيربك الكاتب والمحلل السياسي. وصل الجنرال باتريك كامرت كبير المراقبين الأمميين في اليمن المكلف برئاسة لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع إلى صنعاء ليستأنف مهمته في الدفع نحو تنفيذ اتفاق ستوكهولم في مدينة الحديدة الاستراتيجية. في غضون ذلك أعلنت وكالة الأنباء اليمنية ارتكاب ميليشيا الحوثي الانقلابية 745 خرقا في محافظة الحديدة منذ سريان الهدنة في 18 من ديسمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 51 يمنيا وإصابة حوالي 370 آخرين، مشيرة إلى أن ميليشيات الحوثي قصفت مطاحن وصوامع البحر الأحمر بالمدينة بالحديدة، ما أسفر عن احتراق مخزون القمح بالكامل. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تحديد مواعيد نهائية للانتخابات الليبية، واصفا ذلك بالتحرك غير البناء، ومشيرا إلى أن على الأطراف السياسية أن تتفق أولا على قواعد الانتخابات. كان من المفترض أن تجري بليبيا انتخابات عامة في 10 من ديسمبر الماضي، لكن جرى التخلي عن هذه الخطة بسبب تزايد وتيرة العنف في طرابلس وعدم تحقيق تقدم لإيجاد حل سياسي في البلاد، في الوقت الذي أعرب فيه مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة عن أمله في إجراء الانتخابات بحلول يونيو المقبل.
استشهد فلسطيني وأصيب عدد آخر بجروح برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال مواجهات اندلعت في قرية المغير شمال شرق رام الله. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها استشهاد المواطن الفلسطيني وإصابة 30 شخصا بالرصاص الحي، من بينهم حالتان بالغتا الخطورة من جراء اعتداء الاحتلال والمستوطنين على مواطني القرية. استمرارا للانتهاكات الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف عمل بعثة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل، وذلك بعدما رفضت إسرائيل طلبات سابقة بزيادة عدد أفراد القوة بالبعثة. جامعة الدول العربية استنكرت وقف حكومة الاحتلال عمل البعثة الدولية الموجودة في الخليل منذ 25 عاما، وأكد السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية بجامعة الدول العربية، أكد أن هذا الأمر يكشف النية المبيتة للاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني عبر وقف عمل المراقبين المعنيين برصد ما يتعرض له الشعب الفلسطيني بصورة مستمرة من انتهاكات واعتداءات، بما يعكس إصرار الاحتلال على انتهاك مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، خاصة اتفاقيات جنيف لعام 1949. السفير أبو علي قال إن توجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل بعثة التواجد الدولي في الخليل يمثل تحديا صارخا للقانون الدولي والإرادة الدولية، وطالب الدول الست المشاركة في البعثة الدولية في الخليل بعدم الرضوخ للسياسات الإسرائيلية. ويرى مراقبون أن نية حكومة الاحتلال وقف عمل بعثة المراقبة الدولية في الخليل يأتي متسقا مع إعلان الاحتلال الصريح عن قراره بتهويد البلدة القديمة في الخليل والسيطرة على مزيد من أراضي الفلسطينيين المحيطة بها، بعيدا عن أي أدوات لرصد ومتابعة هذه الانتهاكات كعمل القوة الدولية التي تقوم بإعداد التقارير حول الانتهاكات الإسرائيلية في الخليل وخرقها للقانون الدولي وحقوق الإنسان. معطيات في الشأن الفلسطيني تتطلب المزيد من المتابعة والتوقف عندها قليلا لعل منها. وأخيرا وليس آخرا، ما أثير حول اعتزام إسرائيل وقف بعثة المراقبين في الخليل، وبالتأكيد ردود أفعال إزاء ذلك منها الجامعة العربية واستنكار من قبل جامعة الدول العربية لهذا الإجراء اللي بالتأكيد يمثل تحديا كبيرا وصارخا للقانون الدولي والإرادة الدولية، ومطالبات أيضا من قبل يعني فلسطين تحديدا للدول الست المشاركة في هذه البعثة من قبل المراقبين الدوليين لعدم الرضوخ لهذا المسعى الإسرائيلي وهذه السياسات الإسرائيلية التي تصر دوما على وضع الكثير من العقبات والعراقيل أمام المضي قدما في عملية السلام. نبقى معكم مشاهدينا الكرام، وينضم إليها في هذه الوقفة الحوارية الدكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني وعضو المجلس الوطني الفلسطيني. أهلا بحضرتك. بالتأكيد هي خطوة تتطلب الكثير من المتابعة، لن تكون آخر الممارسات الإسرائيلية، وبالتأكيد مطلوب أن يكون في حراك فلسطيني
وعربي، وضغوط تمارس أيضا على الدول اللي بتمارس عليها إسرائيل بدورها هذه الضغوط المشاركة في بعثة المراقبة الدولية. ماذا تقولون كبداية استهلالية؟ يعني إسرائيل دائما تخشى وتخاف من اهتزاز صورتها لدى الرأي العام الغربي والدولي، على اعتبار أن اهتزاز هذه الصورة يساهم في كسر شرعية وجودها الذي هو بالأساس وجود غير شرعي على أرضنا. الحقيقة يعني كما هو معروف البعثة الدولية للمراقبين الدوليين في مدينة الخليل المحتلة تم إقرارها من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي ومن العديد من الدول الأوروبية نتيجة المذبحة الإجرامية الوحشية التي ارتكبها أحد المستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف سنة 1993، ونتج عنها طبعا عدد كبير من الشهداء في صلاة الفجر، يعني قتلوا وهم يصلون الفجر. وبالتالي استطاعت القيادة الفلسطينية في ذلك الحين بزعامة الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات أن تنتزع قرارا أمميا ودوليا بإرسال هذه البعثة. هي بعثة مراقبة مدنية، يعني بعثة مراقبة مدنية بحتة، بمعنى أنها لا تحمل سلاحا، غير مسلحة، لا تحمل وسائل اتصال، هي فقط تحمل الكاميرات ويتوثق كل انتهاكات العدو الإسرائيلي، وتقوم بإرسالها إلى منظمات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وإلى غيرها من منظمات حقوق الإنسان في أكثر من مكان. إذن هذه البعثة تعمل من أجل تعزيز سلطة وهيمنة القانون الإنساني الدولي الذي هو ألد أعداء الكيان الصهيوني، على اعتبار أن الكيان الصهيوني هو العدو اللدود للقانون الدولي وللقانون الإنساني الدولي، وعلى اعتبار أن وجوده بالأساس هو نسف لمعايير القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي. وبالتالي هذا العدو الذي يدعي أنه يمتلك القوة العسكرية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، يمتلك المكنة الإعلامية الأكثر يعني شراسة وهيمنة وعلوا وإفسادا في المنطقة العربية، الأكثر قدرة على الضجيج والإفساد وتزوير الحقائق، يخاف بضعة مراقبين دوليين يتسلحون بالكاميرات ليوثقوا اعتداءات العدو الصهيوني ضد أهلنا الصامدين المرابطين في مدينة الخليل الباسلة. نعم. وبالتالي بتقديري يجب أن يكون هناك بالتأكيد أكثر من صوت، يعني صوت الجامعة العربية لا يكفي، حتى بيان الإدانة لا يكفي، يعني لا يكفي أن تدين الجامعة العربية أن إسرائيل لا تريد تجديد المدة مدة. هي هو ده موطن سؤالي القادم. نعم. يا دكتور، هل هذه الخطوة الاستفزازية من جانب إسرائيل كانت متوقعة؟ يعني بمعنى كان في سوابق، يعني وفق ما اطلعنا على أن إسرائيل رفضت طلبات سابقة بزيادة عدد أفراد القوة. نعم. بالبعثة، وذلك يعكس النوايا بأنها كانت مسبقة قبل ذلك، يعني أهمية أن كان يكون في إجراءات في المقابل فلسطينية وعربية استباقية لتؤد هذه الخطوة في مهدها. دعيني أوضح، أولا هي البعثة تحصل على تصريح لمدة 6 أشهر، يجدد مرة كل 6 أشهر، بمعنى أننا نواجه هذه الاحتمالية، احتمالية إلغاء مهمة البعثة الدولية في الخليل مرة كل 6 أشهر، وتبدأ يعني ما أن يتم التجديد لهذه البعثة حتى تبدأ المعركة من جديد حول مسألة التجديد للفترة الأخرى المقبلة. اعتداءات العدو الإسرائيلي ضد شعبنا في كل مكان، يعني حضرتك نقلتي خلال في تقديمك للبرنامج عن الهجوم الوحشي البربري الذي قام به قطعان المستوطنين في قرية المغير بالضفة الغربية. نعم. ونتج عن ذلك استشهاد أسير محرر وهو أب لعدة أطفال، ويعني دون ما مبرر، دون ما سبب، وبالإضافة إلى إصابة أكثر من 20 إلى 30 جريحا من أبناء القرية الذين خرجوا يدافعوا عن هذه القرية في مواجهة قطعان المستوطنين. أهلنا في قطاع غزة كل يوم يسقط منهم جرحى وشهداء خلال مسيرتهم الشعبية السلمية على الحدود شرق القطاع وشمال القطاع. أهلنا في الضفة الغربية في أكثر من قرية ومدينة يتعرضون بشكل يومي للاعتداءات. الأكثر أهمية أن مدينة الخليل بالذات وعلى وجه التحديد بشكل شبه يومي يتعرض فيها المدنيون الأبرياء العزل وخاصة العديد من السيدات والفتيات إلى القتل على الهواء مباشرة. هناك حواجز عسكرية داخل مدينة الخليل، هناك حواجز عسكرية تفصل مدينة الخليل، البلدة القديمة في الخليل عن مدينة الخليل. البلدة القديمة أصبحت شبه معطلة منذ
عام 1994، يعني أكثر من 25 عاما البلدة القديمة شبه معطلة. الاستيطان يتغلغل بشكل غير طبيعي داخل مدينة الخليل، كل يوم هناك استيلاء على بيوت جديدة للمواطنين لأهلنا في الخليل، كل يوم هناك اعتداءات ضد أهلنا في مدينة الخليل. وعندما نتحدث عن الخليل نحن نتحدث عن كل الضفة الغربية، ولكن الأكثر وحشية، أكثر مدينتين تتعرضان للاعتداءات الوحشية في الضفة الغربية المحتلة هما القدس المحتلة ومدينة الخليل. قلب فلسطين، ويعني قلبها يعني القدس هي قلب فلسطين وقلب القضية الفلسطينية وجوارها، والخليل هي قلب فلسطين الثاني على اعتبار أن بها يعني الحرم الإبراهيمي الشريف، وهو أحد أهم يعني هو ثاني مقدسات المسلمين في فلسطين المحتلة. طبعا المسجد الأقصى المبارك هو ثالث مقدسات المسلمين في العالم، وهو أهم مقدس للمسلمين في فلسطين، والحرم الإبراهيمي الشريف هو ثاني المقدسات المهمة للمسلمين وللعرب وللفلسطينيين وللأحرار داخل فلسطين المحتلة، وبالتالي هناك اعتداءات ممنهجة. لنتعرف عن يعني ما الذي تهدف إليه أو تسعى لإسرائيل من خلال هذا الإجراء، وكيف يعني تمارس تعكيرات أكثر على الفلسطينيين من خلاله، يجب أن نعرف طبيعة عمل بعثة المراقبين الدولية في الخليل، وفي حال يتم وقف العمل بها ما الأثار المترتبة على ذلك؟ البعثة الدولية هي بعثة تتبع مجلس حقوق الإنسان في جنيف، مهمتها أن توثق كافة الاعتداءات من خلال الكاميرا، كاميرات فيديو وكاميرات فوتوغرافية، كافة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين، ضد الأماكن المقدسة، ضد المساجد، ضد البيوت، أيضا توثيق عمليات الاستيطان وهدم المنازل والاعتداءات اليومية. إسرائيل تخاف مجرد التوثيق الفوتوغرافي أو الفيديوي، مجرد التصوير تخاف، هي تريد أن ترتكب الجرائم، تخشى من فتح ممارساتها أمام المجتمع الدولي. جيد، سؤال بالأحرى، ألم تنكشف الأقنعة بعد يعني كثير مما حدث على الأرض يعتبر دليل دامغ على ما تقوم به القوات الإسرائيلية من انتهاكات في فلسطين؟ الوجه القبيح للعدو الإسرائيلي منكشف وعاري، واليوم نحن أمام يعني سلاح الصورة. اليوم العالم كله أصبح قرية صغيرة من خلال طبعا الميديا المفتوحة، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الهواتف النقالة ذات الكاميرات الجيدة التصوير وغير ذلك. لكن يعني طبعا إسرائيل أحيانا في كثير من الأحيان لا يهمها فيما لو قامت بقتل فلسطيني أو فلسطينية على الهواء مباشرة، وقامت كاميرات التلفزة وكاميرات الإعلاميين بتصوير وتوثيق هذه الجريمة على الهواء مباشرة، لأنها تريد من وراء ذلك أن ترسل رسالة. لكن هي تخشى أن يكون هناك أي ممثل لأي منظمة دولية داخل أي مدينة فلسطينية يقوم بعملية التوثيق المنهجي، خشيتها يأتي من خلال أن هذه الجهة الرسمية تقوم بأرشفة وإعداد هذه الملفات من أجل محاكمة جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي وقادته أمام محكمة الجنايات الدولية وأمام المحاكم الدولية. وهناك العديد من قادة العدو يخشون بالفعل السفر إلى الخارج نتيجة يعني تعرضهم لإقامة دعاوي فردية أو جماعية ضدهم في المحاكم الدولية أو في محاكم بعض الدول. وبالتالي هي تخشى الملاحقة، إسرائيل تخشى الملاحقة القانونية الرسمية، هي عندما تقوم بقتل فلسطين على الهواء تبرر طبعا، تضع رواية، هي الرواية ده في طرد الفعل، هي تضع رواية جاهزة تماما أن هذا الفلسطيني أراد أن ينفذ اعتداء بقيامه بطعن مستوطن أو مستوطنة، ويقومون بإلقاء سكين بجانب هذا الفلسطيني، وفي أغلب الأحيان تكون هذه الحوادث حوادث ملفقة. أيضا أن فلسطينيان يريد أن يقوم بعملية دهس، أحيانا يكون حادث مروري عادي، يقومون باغتيال هذا الفلسطيني أو الفلسطينية، وحدث مرارا وتكرارا بالفعل أن هناك فلسطينيين قتلوا غدرا وقتلوا يعني أمام التلفزة بادعاء أنهم قاموا بمحاولة دهس مستوطنين أو دهس جنود. وبالتالي إسرائيل تخاف الصورة وتستخدم الصورة، تخاف من الصورة عندما تكون هذه الصورة وسيلة من الوسائل التي يمكن أن تؤدي إلى محاكمة مسؤوليها ومحاكمتها أمام الرأي العام الغربي،
تستخدم الصورة إذا في إطار الردع، بمعنى أن كل فلسطيني مصيره القتل، كل فلسطيني مصيره الإعدام الميداني، كل فلسطينية سوف نقوم بقتلها وذبحها حتى لو كان ذلك أمام أطفالها. وبالتالي هي يعني تستخدم هذا السلاح لنقل يعني بحديه، الحد الذي تعتقد أنه ضارا بها تحاول أن تبعده وتعزل عنها وتعطله، الحد المفيد لها في إطار السلاح الردع وسلاح الحرب النفسية ضد الشعب الفلسطيني تحاول أن توظف الصورة بشتى أشكالها. لكن طبعا أعتقد أنه لابد أن يكون هناك على المستوى الفلسطيني، على المستوى العربي، على المستوى الدولي أيضا. ما هي الرسائل الفلسطينية والعربية والدولية المضادة لهذه الرسائل الإسرائيلية كما تفضلتم المطلوبة بالشدة في هذه المرحلة، والأدوات التي تتيح أن يعني يتكرس ذلك على أرض الواقع؟ أولا مطلوب أن يتوحد الموقف الفلسطيني، مطلوب أن يتم إنهاء الانقسام الفلسطيني البغيض واللعين الذي يعتبر للأسف الشديد يعني جميعنا يدرك ويعلم أن الانقسام الفلسطيني هو صناعة إسرائيلية 100%، وهو يصب لمصلحة الإسرائيليين والمشروع الإسرائيلي بشكل كامل وتام. أيضا يجب أن يكون هناك وحدة موقف، وحدة أداء، يعني في النهاية جميع الفصائل الفلسطينية تريد تحرير فلسطين، جميع الفصائل الفلسطينية اتفقت أو يعني وافقت على الحد الأدنى المرحلي وهو إقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. جميع الفصائل الفلسطينية تتحدث وتتغنى وتطالب بتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. إذن نحن طبعا في مواجهة مكنة الإعلام الإسرائيلية، في مواجهة آلة القتل الإسرائيلية، في مواجهة التحديات الإسرائيلية، في مواجهة تغول الاستيطان، في مواجهة توحش الاستيطان وتوحش المستوطنين. يعني المجتمع الإسرائيلي يزداد يمينية ويزداد تطرفا ويزداد تغولا ويزداد إفسادا ويزداد يعني إجراما. وما حدث اليوم في قرية المغير هو رسالة للمجتمع الفلسطيني وللشعب الفلسطيني أن القوات الاحتلال سوف تطلق قطعان المستوطنين ليقوموا بترويع الفلسطينيين وجر الفلسطينيين إلى مواجهات دائمة ومتكررة واستنزاف الفلسطينيين في مواجهات مستمرة مع قطعان المستوطنين في الوقت الذي تستمر في دولة الاحتلال بقضم الأراضي الفلسطينية، بمصادرة الأراضي الفلسطينية، بهدم البيوت الفلسطينية، بمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في الحياة، بتهويد القدس، بتطويق وتزنير القدس بكثير من المستوطنات، والأخطر من ذلك استكمال عملية تهويد الحرم الإبراهيمي الشريف. وهذا جوهر القصة في مسألة المراقبين الدوليين، الاستكمال التام لتهويد الحرم الإبراهيمي الشريف ومنع المسلمين من الدخول إلى المسجد الإبراهيمي، ثم أيضا يعني السعي نحو تهويد المسجد الأقصى المبارك ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك كما حصل تماما في الحرم الإبراهيمي. طبعا حتى أشرح المسألة قبل ما نشرحها اسمح لي عفوا للمقاطعة، يعني سؤال أيضا نطرح نفسه بقوة، هل يستقيم الحديث عن توحد فلسطيني في وقت يتعمق فيه الانقسام الفلسطيني وحديث يثار أيضا حول حكومة فلسطينية جديدة بدون حماس؟ ينضم إلي عبر الهاتف خميس أبو العافية الكاتب والمحلل السياسي من القدس، تحية لك. تحية لك ومساء الخير. مساء الخير، كيف تنظرون إلى أفق حوار حقيقي بين الفصائل الفلسطينية، ترتيب للبيت الفلسطيني من الداخل، لأن ربما هذه الخطوة هي الكفيلة بأن تضرب في مقتل كل ما يثار حول الإجراءات الإسرائيلية التي تنال من تحقيق الحلم الأكبر دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف؟ أولا أود أن أؤكد على أن مفتغى الشارع الفلسطيني اليوم أصبح هو وحدة الصف والكلمة ما بين الحركات الفلسطينية، حركتي فتح وحماس كبرى، حركات منظمة التحرير الفلسطينية. وحدة الصف أصبحت أمر ملح وضروري لمجابهة التحديات الأخيرة على الصعيد الداخلي والخارجي. نحن نعرف أن حكومة بنيامين نتنياهو هي حكومة متشددة، يمينية متشددة، تلجأ الاعتماد سياسة صقرية تجاه الفلسطينيين، وذلك نزولا عند رغبة المستوطنين المؤازرين لائتلافه الحكومي. المستوطنون أصبحوا في إسرائيل لهم ثقل في الائتلاف الحكومي لكونهم لديهم تمثيل في الائتلاف الحكومي. أمام تحدي كهذا
أنا أعتقد بأن وحدة الصف في الشارع الفلسطيني تعتبر يعني أمرا ملحا يجب عدم المرور عليه مرة الكرام لمجابهة التحديات. اليوم شهدنا قبل قليل سمعنا أنباء عن استشهاد فلسطيني وفضلا عن إصابة العديد جراء محاكاة سلبية ما بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين. السلطة الوطنية الفلسطينية والرئيس محمود عباس أبو مازن أدان ما وصفه بالعمال الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد بأن إن لم يتحد الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني أمام هكذا تحدي أنا أعتقد بأن من شأن الأمر أن يكون له مردود سلبي على الشارع الفلسطيني. نحن نعرف بأن هنالك غياب للدور الأمريكي بسبب انحياز البيت الأبيض الأمريكي انحيازا مطلقا لصالح حكومة بنيامين نتنياهو، وهنالك ضعف ووهن جنتاب الموقف الأوروبي الذي أصبح صوته غير واضح تماما. ونحن نعرف بأن هنالك غياب من العالم العربي فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. من هنا الشارع الفلسطيني، وأنا قلت استطلاع آراء الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين هم أبناء شعبي، فاستمعت إلى الكل يتحدث عن رغبة واحدة، عن شغف واحد، هو أن نعيش ونرى وحدة الصف ما بين حركتي فتح وحماس. أشكرك جزيل الشكر سيد خميس أبو العافية الكاتب والمحلل السياسي متداخلا معنا من القدس. عودة إلى ضيفي دكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني وعضو المجلس الوطني الفلسطيني. دكتور محمد، للأسف تولد انطباع لدى الكثيرين بأن إسرائيل بمنأى عن المساءلة، ودوما التوازنات الدولية والفيتو الأمريكي الذي دوما يقف كحائط صد أمام تفعيل واستصدار أي قرار يدين بحق الانتهاكات الإسرائيلية هو الملمح المهيمن على المشهد الفلسطيني بصفة عامة. تحدثنا عن الموضوع الرئيسي لنا اعتزام إسرائيل وقف بعثة المراقبين في الخليل وما تثيره، بأن ده ممكن يعني أي مطالبات للدول الست اللي بتشكل لجنة المراقبة أو بعثة المراقبة الدولية أنها لن تستجب لمثل هذه المطالبات. هل ترون بالفعل يعني أن ممكن يكون في أي أفق تفاؤلي لهذه الدول أن تكون منصفة هذه المرة؟ أولا يعني الكيان الصهيوني، وهي مسألة يعني كثيرا ما تحدثت عنها وكثيرون تحدثوا غير عنها، هو أضعف مما يتخيل الكثير، يعني مما يتخيل الكثيرون. الكيان الصهيوني حقيقة هو أضعف من بيت العنكبوت حقيقة. هذا الكيان الذي يدعي الصلابة، يدعي القوة، يدعي التقدم العلمي والتكنولوجي، يدعي امتلاكه أقوى ترسانة عسكرية في منطقة الشرق الأوسط، يدعي أنه يمتلك كذبا الجيش الذي لا يقهر، أنه يمتلك أكثر الطائرات الحربية تقدما تطورا غير ذلك، هو بكل بساطة قابل للكسر، قابل للتحطيم، قابل للهزيمة. هذا الكيان الذي يعتبر نفسه كيانا أسطوريا يخاف من بضعة بلالين يطلقها أطفال هو في قطاع غزة، يخاف من طائرات ورقية، يخاف من حجارة يلقيها أطفال الضفة الغربية المحتلة أو القدس المحتلة أو أطفال حتى قطاع غزة، يخاف الفلسطيني المجرد دون ما والذي لا يحمل شأن لكونه فلسطيني. هذا الكيان بالتأكيد يمكن كسره، يمكن هزيمته، يمكن إرعابه، يمكن إغراقه في الخوف والرعب. لكن الموضوع مرتبط بشكل أساسي بامتلاك الرؤية والخطة المقابلة، بمعنى نحن كفلسطينيين، نحن كعرب، نحن كمسلمين، علينا يجب أن تكون لدينا الرؤية المتكاملة والخطة المتكاملة لكيفية هزيمة هذا الكيان. أولا كفلسطينيين يجب أن نتوحد، يعني موضوع الوحدة هذه مسألة مفروغ منها، ويعني يجب أن تتحقق المصالحة الوطنية الفلسطينية والاستجابة الفورية من أطراف الانقسام مع كافة الجهود الكبيرة والجليلة والعظيمة التي بذلتها الشقيقة الكبرى مصر مع لإنجاح وتحقيق المصالحة. نحن آثمون ومجرمون كفلسطينيين بحق أنفسنا وقضيتنا ووطننا وأمتنا العربية إن لم نحقق المصالحة الوطنية الفلسطينية. ويجب أن يخرج الشارع الفلسطيني صاحب الكلمة العليا
ليقول للمنقسمين كفى انقساما. الكيان الصهيوني حقق بصناعة الانقسام الفلسطيني انتصارا جديدا له علينا. الآن قطاع غزة هذا القطاع الذي يعتبر على مستوى التاريخ ولكل من قرأ أو لم يقرأ التاريخ عليها أن يعلم أن قطاع غزة هو برميل البارود للثورة الفلسطينية، هو الرحم الولود الودود للثورة الفلسطينية المعاصرة، هو الذي قدم للثورة الفلسطينية ما لم يقدمه أحد، وسيبقى يقدم للثورة الفلسطينية المعاصرة ما لم يقدمه أحد وما لن يقدمه أحد. قطاع غزة خاض أكثر من 4 حروب مع العدو الصهيوني على مدار الأعوام 20 الأخيرة، وقدم 10,000 الشهداء ومئات آلاف الجرحى، وأكثر من 50 إلى 100,000 بيت تم تهديمه بشكل كامل في القطاع. هذا القطاع الصامد البطل المحاصر من الكيان الصهيوني تحول إلى للأسف الشديد إلى قطاع متسول، بمعنى أعلى نسبة بطالة على مستوى العالم موجودة في قطاع غزة، أعلى نسبة فقر على مستوى العالم موجودة في قطاع غزة، الحياة في قطاع غزة أصبحت غير ممكنة، ليس الماء غير صالح للشرب، أعلى نسبة أمراض سرطان في العالم موجودة في قطاع غزة بسبب طبعا الحروب الإسرائيلية على القطاع وبسبب سرطنة الأرض تربة الأرض وبسبب سرطنة مياه الشرب وسرطنة حتى المواد الغذائية التي تأتي مستوردة من الضفة الغربية أو من الداخل الفلسطيني المحتل. الكل يدفع قطاع غزة وعلى رأسهم العدو الصهيوني إلى الموت جوعا والموت فقرا والموت مرضا والموت حصارا. تقف يعني القيادة الفلسطينية بالتعاون مع القيادة المصرية سد منيع أمام فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية وعن يعني الدولة الفلسطينية المأمولة، وبالتالي الانقسام هو مشروع إسرائيلي. العنوان الأكبر إسرائيلي هو طمس الهوية، وليس فقط طمس الهوية ويعني فصل القطاع عن بقية الأجزاء فلسطين، وبنفس الوقت حرف البوصلة عن طبيعة ما يدور على الأرض. يعني بدلا من أن يتحدث الفلسطينيون عن صراع عربي إسرائيلي أو صراع مع العدو الصهيوني، عليهم أن يتحدثوا عن خلافات فلسطينية فلسطينية، عن انقسامات فلسطينية فلسطينية، عفوا عن صراع فلسطيني فلسطيني. الوضع الفلسطيني وضع بائس، نحن يجب أن نتوحد، وإن يعني استمر زعماء الانقسام الفلسطيني في إحباط كافة الجهود المصرية وكافة الجهود جهود القيادة الفلسطينية في تحقيق المصالحة، فيجب أن تكون الكلمة الكبرى للشارع الفلسطيني. أخيرا وعفوا لضيق الوقت دكتور، الضوء الأخضر الأمريكي ما الذي يمثله بالنسبة للقضية الفلسطينية، خاصة عندما ازدادت وطأته في أعقاب القرار الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس؟ عندما تحدثت عن إمكانية هزيمة وكسر الكيان الصهيوني، طبعا ذلك ممكن في ظل كما قلت يعني التوحد الفلسطيني، لكن فيما أيضا في ظل إيجاد طريقة وآلية لمنع الدعم الأمريكي والغربي عن الكيان الصهيوني. يعني الولايات المتحدة ببساطة شديدة هي ليست فقط الضوء الأخضر للدائم والمستمر للعدو الصهيوني لممارسة إجرامه ضد الشعب الفلسطيني، إنما هي شريان الحياة لبقاء هذا الكيان. نحن نقتل أختي بالسلاح الأمريكي، نحن نقصف بالطائرات الأمريكية، نحن نذبح يعني أحدث ما أنتجته الترسانة الأمريكية، نحن نجوع من خلال الممارسات الأمريكية بمطالبة الولايات الإدارة الأمريكية بإغلاق الأنوروا وحصار الأنوروا والضغط على الدول العربية لعدم المساهمة في موازنة الأنوروا التي طبعا تعيل ما لا يقل عن 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل وخارج فلسطين المحتلة. وبالتالي الولايات المتحدة هي شريك تام وكامل في العدوان الإسرائيلي على شعبنا، ويعني ما يعني نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب المحتلة إلى القدس المحتلة واعتراف ترامب بالقدس المحتلة عاصمة أبدية موحدة الكيان الصهيوني إعلان صريح وواضح من الإدارة الأمريكية بالعدوان الدائم والمستمر ضد الشعب الفلسطيني وضد القيادة الفلسطينية وضد الإرادة الفلسطينية. لكن الحقيقة نحن نفتخر بمواقف السيد الرئيس محمود عباس ومواقف القيادة الفلسطينية التي وقفت بمنتهى القوة والصلابة في مواجهة
مسألتين أساسيتين. أولا مواجهة الإدارة الأمريكية بشكل عام في ظل يعني السياسات الرعناء المستبدة ورفض قطع لأن تكون الولايات المتحدة طرف في أي تفاوض مستقبلي ورفض أي دور للإدارة الأمريكية في عملية التفاوض. نعم. بالإضافة إلى طبعا الرفض المطلق والتصدي المطلق من القيادة الفلسطينية مدعومة بالقيادة المصرية لما تسمى صفقة القرن التي يراد من ورائها طمس هوية الشعب الفلسطيني والقضاء على القضية الفلسطينية وتصفيتها وإنهاء ملف الصراع العربي الإسرائيلي بالطريقة التي تريدها الإدارة الأمريكية وبالطريقة التي يتمناها المجرم الأكبر نتنياهو. أشكر جزيل الشكر دكتور محمد أبو سمرة رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني وعضو المجلس الوطني الفلسطيني. شكرا. شرفتنا. شكرا جزيلا. تم لقاءنا معكم مشاهدينا الكرام، لقاء يتجدد الأسبوع القادم والمزيد من الشؤون العربية الملحة والمتابعة وتحليلات لها. إلى اللقاء.